هيونداي في 2024 حدثت بعض السيارات بالاسطول. عندنا هيونداي ازيرا الشكل الجديد، هيونداي كونا الشكل الجديد، وهيونداي الانترا، واخر ما وصلتنا من سيارات هيونداي اكسنت 2024 الشكل الجديد. تغير جذري على مستوى التصميم الداخلي والخارجي. بشكل سريع نبدا تقييمنا للسياره. السلام عليكم ورحمه الله، اسعد الله اوقاتكم بكل خير متابعينا غاليين. تغطيتنا اليوم من صالة الناغي وكيل سيارات هيونداي بالمملكة، بالتحديد بالمنطقة الغربية. نستعرض مع بعض هيونداي أكسنت 2024 الشكل الجديد. تغير جذري على مستوى التصميم الداخلي والخارجي. قبل ما نبدأ هذه التغطية نتكلم عن تفاصيله وأسعاره ومواصفاته، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في خانة التعليقات وش السيارات اللي تبغون نستعرضها لكم بالايام الجايه. بالاضافه اللي حاب يضيفنا بالسوشيال ميديا تويتر وانستغرام والفيسبوك، الروابط كلها بخانه الوصف، وفي اول رابط تلقون تفاصيل السياره بشكل كامل. طبعا هيونداي بالفتره الاخيره حدثت اسطولها بشكل جزئي. عندنا هيونداي كونا الشكل الجديد، مثل ما انتم ملاحظين التصميم او هويه هيونداي الجديده. عندنا اضاءه متصله بشكل كامل في الواجهه الاماميه، بالاضافه لهيونداي ازيرا بنفس التصميم، وعندنا ستاريا، وعندنا بعض السيارات في هيونداي الجديده صارت بنفس الدي ان اي وبنفس التصميم في الواجهه الاماميه، وهذه هي الهيونداي ازيرا. وعندنا كمان مثل ما ذكرنا هيونداي ستاريا. طبعا حتى هيونداي الانترا نفس التصميم 2024. فبنتكلم عن سياره همنا، او تعتبر من اكثر السيارات مبيعا بسطول سيارات هيونداي، السيدان. نتكلم عن هيونداي اكسنت. طبعا هنا حاليا فئه الكومفورت تعتبر هي فئه النصف فل، تفرق عن فئه الفل كامل بعض الاختلافات راح اذكرها لكم بهذه التغطيه. لكن الشيء اللي يهم البعض ان السعر، سعرها ب 80,000 ريال. ونجي للتجهيزات الخارجيه، مثل ما نلاحظ اضاءه LED في الواجهه الاماميه متصله بشكل كامل مع شعار هيونداي في الواجهه الاماميه. هنا التصميم في الشبكه الامامي، طبعا التصميم لو تلاحظون نفس التصميم اللي صاير على شبكه هيونداي الانترا. هنا بالنسبة للإضاءة LED بالنسبة للعالي والواطي في الجزء العلوي، أما بالنسبة للجزء السفلي عندنا المعذرة، هنا إضاءة الليد النهاري في الجزء العلوي، وهنا العالي والواطي، وهنا كشاف الضباب. الشبكة الأمامي جاي بشكل جميل، في فتحات للتهوية. نجي للجزء الجانبي، ما شاء الله السيارة صارت بمواصفات وتصميم ولا أجمل. حتى المحرك محدث 1500 سي سي. هنا الجنط طبعا مثل ما نلاحظ مقاس الجنط 16 انش على 55 على 205، جاي باللون الفضي. المرايات عندنا مدمجه بالنوافذ تعطينا رؤيه افضل، فيها اشارات انعطاف، المقابض مطليه بالكروم بشكل كامل، وعندنا دخول ذكي على باب السائق والراكب الامامي، عندنا فتحه بالسقف وزعنفه بالخلف. وهنا مثل ما نلاحظ نفس التصميم اللي هو موجود في الواجهه الاماميه على الشبكه، نفس التصميم هنا، وبرضو بناخذ نفس التصميم بالصدام الخلفي مثل ما نلاحظ بالجزء الاسود. هنا حساسات خلفيه، كاميرا خلفيه متصله بشاشه اماميه تعطينا خصائص وانظمه متنوعه، راح نتكلم عن الشاشه بشكل تفصيلي بعد شوي. مثل ما نلاحظ بشكل كامل هنا التصميم الخارجي لهيونداي الانترا، ما شاء الله التصميم صار اجمل بكثير من الموديل السابق. اي نعم، السياره صارت اقرب لهيونداي الانترا من ناحيه الخطوط الحاده. نلاحظ هنا الخطوط الحاده متنوعه، فيها خطوط حاده موجوده بشكل كامل سواء في الواجهه الاماميه او الجزء الجانبي، لكن السياره صارت شبابيه اكثر. نجي للجزء الداخلي ونتكلم عن الجزء الداخلي بشكل كامل، لكن قبل ما نتكلم عن الجزء الداخلي خلونا نتكلم عن القلب النابض، محرك هيونداي اكسنت. طبعا السيارة انضافت فيها بعض الامور وبعض التجهيزات الجميلة. عندنا مثل ما نلاحظ هنا ريموت السيارة، فيه الفتح والغلاق، فتح الشنطة، بالاضافة لتشغيل عن بعد. ونلاحظ الحين المرايات الجانبية تنفتح وتتقفل كهربائية. اذا جينا لمحرك هيونداي الانترا، محرك اربع اسطوانات سعة 1500 سي سي او 1.5 لتر، الاحصنة فيها 115 حصان، والعزم تقريبا 150 نيوتن، مرتبط بناقل حركة سيفي تي. هنا المحرك بشكل كامل، نلاحظ هنا في بطانة داخلية، بطانة على غطاء المحرك، طبعا البطانة هذه تقلل الأصوات اللي خارجة من المحرك للمقصورة الداخلية، مثل ما نلاحظ حتى في العزل اللي هو موجود على الهيكل بالجزء الداخلي.
واذا جينا لساعه استهلاك او استهلاك البنزين بالسياره نشوف 18 كيلو فاصلة 9 لكل لتر بنزين، والتقييم ممتاز، بنزين 91 دفع امامي 2024 جير سي في تي 1500 سي سي، خزان وقود تقريبا حوالي 45 لتر، وهنا امكانيات السياره بشكل كامل. نجي للجزء الداخلي، وهذه هي الداخليه. حياك يا غالي، يا هلا. هذه هي الداخليه مثل ما نلاحظ، فيها تكاي بالوسط، فيها فتحات تكييف بالخلف، منفذ للشحن بالاسفل، مساحه تخزين موجوده، بالاضافه للمقابض الداخليه كروم، وهنا النوافذ الكهربائيه مع السماعات. الداخليه طبعا ما شاء الله صارت متنوعه، 5 احزمه امان، عندنا مثبت المطبخ الاطفال او الايزوفكس، هذه المراتب باللون البيج بشكل جميل. ونشوف مع بعض، هنا نفتح الشنطة الخلفية، وهذه المساحة الخلفية فيها، وهذه للسبنة أكسنت، مساحتها طبعا ممتازة، فيها دعامات، وهنا البطانة كمان الداخلية. طبعا الإضاءات الخاصة باللوحات هيلوجين. طبعا الجو صاير شوي حار، فخلاص الكاميرا بتودع. وهذه هي السيارة بشكل كامل، رأيكم فيها؟ هنا من ناحية الراكب الأمامي، أول ما نفتح نلاحظ الأرباقات اللي موجودة هنا، هذه المراتب تحكم فيها يدوي، مراتب مخمل طبعا بشكل كامل لنسخة الكونفورت. هنا مثل ما نلاحظ مساحة تخزين ما شاء الله موجودة ومنتشرة، كلها كوب هولدر. حياك يا غالي، يا هلا والله، كلها كوب هولدر. المقابض الداخلية ما شاء الله بشكل جميل، حاملة أكواب موجودة هنا، وهنا البريك مثل ما نلاحظ يدوي. نفتح هذا الجزء خاص بالتكييف، تقريبا خاص بالتكييف، تبرد مشروباتك وامورك زي كذا بشكل كامل. والحين نجي من ناحيه الراكب او السائق الامامي، وما في سائق خلفي اساسا. اول ما نجي من ناحيه السائق نلاحظ النوافذ كلها كهربائيه، طي المرايات الجانبيه، التحكم بالمرايات الجانبيه، بالاضافه لي هنا التحكم بالاناره، حساس الكفر، بالاضافه لي تراكشن، مثبت السرعه، تحكم بالدركسون، تحكم بالاوامر الصوتيه او الرد على المكالمات، كلها موجود هنا. ما شاء الله صوت البوري محترم، عندنا المراتب طبعا تحكم فيها يدوي مخمل، حامله اكواب موجوده برضو هنا. وندخل داخل السياره بشكل سريع ونشوفها مع بعض. طبعا 80,000 بالنسبه لهذه الفئه، وهذه التجهيزات. عندنا اول حاجه شاحن لاسلكي، منفذ 12 فولت، USB، تحكم بالتكييف هنا مثل ما نلاحظ، شاشه بشكل كامل بشكل جميل، اضاءات داخليه LED، هنا فتحه السقف، عندنا نلاحظ الشماسات ما فيها مرايات بالنسبه للسائق، اما الراكب ففيها مرايات. وهنا الداخليه، الإضاءة الداخلية، وهذه السيارة بشكل كامل. خلونا نلاحظ عجلة القيادة، التحكم فيها طبعا تلسكوبي أكيد، أيوه كذا، المفترض إيه ندخل للداخل بهذه الطريقة بشكل جميل. وبس هنا التحكم بالإنارة أوتو، هنا التحكم بالمساحات، نشوف درايف مود، وضعية القيادة سبورت، ايكو، نورمال، كل هذه الوضعيات موجودة عليها. هذه الشاشة نشوف ايش تدعم الشاشة بالتحديد، يلا هيونداي اكسنت ورينا ايش تدعمين من خصائص ومن انظمة. للخلف البوصلة، ابل كار، اندرويد اوتو، كله موجود ما شاء الله، تدعم جميع الخصائص والانظمة. وهذه الشاشات، خلاص قالوا لي خلص. فأتمنى التغطية نالت إعجابكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في خانة التعليقات وش السيارات اللي تبون نستعرضها لكم بالأيام الجاية. حبينا نستعرض لكم هيونداي أكسنت الشكل الجديد 2024 في أمان الله. طبعا قبل ما نقفل الفيديو هذا ذكرت حاجة على السريع، قلت راح أذكركم وش الاختلافات ما بين هذه الفئة والفئة الثانية. ابرز الاختلافات، عندنا فئه الفول كامل مراتب جلد، وعندنا التحكم بالتكييف راح يكون باللمس اوتوماتيك.
هذه ضمن الاختلافات اللي ما بين هذه الفئه وفئه الفل كامل اللي حب التصوير هذا التغطيه. في الايام الجايه باذن الله اذا وصلت فئه الفل كامل راح نصورها لكم ونشوف مع بعض وش ابرز الاختلافات او وش ابرز الاضافات اللي موجوده على فئه الفل كامل. في امان الله. تشغيلها بالبصمه وكفالها بالبصمه.